كما سألها موسى، لأن موسى نبي الله وكليم الله، لا يمكن أن يسأل شيء، لا يمكن أن يسأل شيئا لا يجوز، دل على أن رؤية الله جائزة، ولكنه لن يراه في هذه الدنيا، لأنه لا يقوى، لأن المخلوقين لا يقون على رؤية الله في هذه الدنيا. ولهذا ضرب الله له المثل، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني مغشيا عليه، دل على أن موسى لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا، وكل مخلوق لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا لضعف المخلوقين. أما في الجنة فالله يعطي المؤمنين قوة على أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول، أنه لو كانت الرؤية سؤال الرؤية غير جائز لما سأله موسى كليم الله، والله جل وعلا لم يقل له إني لا أرى، بل قال لن تراني، لن يعني مؤقتا في هذه الدنيا، لن تراني، ولن لا تقتضي النفي مطلقا، وإنما تقتضي النفي المؤقت. ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فلا تقبله وسواه فاعضدا، سواه فاعضدا، فلن للنفي غير المؤبد. ولهذا الكفار قال الله جل وعلا في اليهود: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، ولن يتمنوه أبدا، ليس معنى لن يتمنوه أنهم لا يتمنونه أبد الآباد، ولكن في الدنيا. أما في الآخرة فهم يتمنون الموت، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. في يوم القيامة يطلبون الموت مع أنهم في الدنيا لن يتمنوا، فدل على أن لن لمطلق النفي لا تقتضي تأبيدا، لا تقتضي تأبيدا، وإنما هو نفي مؤقت. والله جل وعلا قال لن تراني يعني في الدنيا، فليس لهم متمسك في هذه الآية.